تذكري كم ستعيشين في هذه الدنيا؟ 60 سنة؟ 100؟ 1000 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم موت، ثم بعث وحساب، فإما إلى الجنان وإما إلى النيران. أخيتي تيقني أن الموت آتٍ، وأن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في الطريق إليك. تخيلي نفسك وقد نزل بك الموت وجاء الملك فجذب روحك من قدميك. أخيتي تذكري ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهول مطلعه. أخيتي تذكري يوم توضع الموازين وتتغاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عملك من خلل. تذكري يوم يقال لك هيا اعبري على الصراط. تذكري يوم يناديك المنادي باسمك بين الخلائق، يا فلانة بنت فلان هيا إلى العرض على الله، فتقومين أنت ولا يقوم غيرك. تذكري حينها ضعفك وشدة خوفك وانهيار أعصابك وخفقان قلبك، فوالله إنك لا تقوين على عذاب الله. أفلا تصبرين على طاعة الله هذه الأيام القليلة واللحظات السريعة لتفوزي بالفوز العظيم وتمتعي بالنعيم المقيم؟ أخيتي اسمحي لي أن أذكر لك تلك البشارة لمن زلت أقدامها في أوحال المعاصي وحضيض الذنوب وقيعان السيئات، فتابت وأنابت وإلى الله استجابت، فتغسلت في بحور دموع الندم وتعطرت بزفرات الحسرة والألم، فتلقاها ربها وهو فرح بها مع غناه عنها، فأدناها من بعد أن أقصاها، وأعطاها من بعد أن حرمها، وأحبها من بعد أن أبغضها، فانتقلت من ديوان المذنبين إلى سجل الطائعين، ومن دار المعذبين إلى دار المتقين المنعمين. فهنيئا لها يوم تابت مما أتت قبل أن يصرخ الناعي. أخيتي أريد أن أرى تغير حياتك، جعلك الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.